وأيضا الباص الطويل اللي أمامنا الآن على أساس تصل في الأخير إلى لاعب المتقدم تينو كوستا إلى سولدادو يحول إلى سيسيكو أمام المرمى ممكن جول. الله بانيجا يسجل الهدف الأول لفالنسيا. بانيجا يسجل الهدف الأول لمصلحة فالنسيا تهيأتنا في الأخير ويسددنا الكرة القوية في مرمى فيكتور فالديز وبالتالي فالنسيا صاحب الضيافة والدار يتقدم بالهدف الأول وبانيجا الأرجنتيني يضع فالنسيا في المقدمة ويبتسم ويحتفل. لكن لاحظ 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 الكرة اللي لعبت تصطدت من المدافع تهيأت بهذا الشكل الكرة في المرمى التغطية أتت متأخرة. لاحظ لاحظ هو يعني بيدرو كاد أن يغطي المتقدم بانيجا ولكن اتيحت له الفرصة يعني في هذا المكان في هذا المكان. برشلونة والفرق الكبيرة راح تجيك أيام مو في مستواك الاعتيادي لكن برشلونة أو 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 ضربة جزاء خلاص أتت ضربة الجزاء العودة إلى أماكنهم. خلاص برشلونة كرة ميسي لاحظ الكرة التي تصل إلى بيدرو هنا حدثت الإعاقة. لاحظ 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 معاي الإعاقة من المدافع البرتغالي جواو فيريرا. لكن يا أخي ميسي في كل مكان ميسي في كل مكان. 34 في المستاية يأتي الهدف رقم 34 أم لا أشكر يابا. خلاص الهدف رقم 34 لميسي في الليغا عند الدقيقة 38 يسجل ميسي الهدف رقم 34 في المرحلة رقم 22 من الليغا. لم يهنع صاحب الضيافة والدار في الهدف الذي أحرزه بانيجا الأرجنتيني. يأتي الأرجنتيني الساحر الأكبر ويسجل هدف التعادل من ضربة جزاء. خلاص يعني ما يعني شوف 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 شلون يسدها حارس المرمى شلون يسدها. Thank you.
estoy acá, estoy contento. Creo que era el lugar donde más feliz y más cómodo me iba a sentir, así que ante todo elegí la cosa con el corazón y dejar todo de lado por Newell's, ¿no? Antonelli, Luca que estaba saliendo la pelota para Chiellini. Aquí está el capitán Buffon, el muy buen arquero que tiene la selección italiana. Marco Verratti. Por allí el que estaba intentando era Macho, se equivoca. Lamela, allí se venía buscando el remate. Gol, sí, gol de Higuaín, poniendo el partido 1-0 para el equipo Argentina sobre Italia. Lo hizo Gonzalo Higuaín. Miren qué buena de Lamela para Higuaín. Amaga Gonzalo Higuaín y mete ese brutal derechazo en el Olímpico de Roma para marcar el primer gol para la selección argentina. La contra con Higuaín. Marega que estaba llegando. Gol argentino. Ever Banega dice que la Argentina le está ganando en el Estadio Olímpico de Roma a Italia por 2-0. Bien Higuaín, como mandan los libros del contraataque. Amagó primero a dársela a Palacio, apareció por derecha Banega, recién ingresado por Lamela, metió un derechazo que Buffon no pudo detener.